نشرة مفصلة من أورينت نيوز، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. البحرية الأمريكية تنشر فيديو يظهر سفنا إيرانية تقترب بقوة من أخرى أمريكية. السعودية تدمر زورقا مفخخا ومسيرا عن بعد قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر. الرئيس التركي يستنكر اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن. الحجز على أموال مؤسس ميليشيا صقور الصحراء وصهر عائلة أسد أيمن جابر. ميليشيا قسد تعدم ضابطا من نظام أسد يشرف على المعارك الدائرة بين الطرفين. نشرت البحرية الأمريكية مقطعا مصورا يظهر ما وصفته بالتفاعل غير المهني من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي. وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن سفينتين حربيتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني اقتربتا بقوة من سفينتين أمريكيتين في مياه الخليج في وقت سابق من هذا الشهر، وتزامن ذلك مع بدء المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران. معنا عبر الهاتف من اسطنبول السيد صبحي ناظم توفيق، المحلل العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا إلى هذه النشرة سيادة اللواء. بالتزامن مع عودة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية المتعثرة حتى الآن في فيينا، كيف تقرأ اليوم ما نشرته البحرية الأمريكية من فيديو يظهر سفينتين حربيتين إيرانيتين تقتربان بشكل غير مسبوق وكأنه تحرش في مياه الخليج العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بشكل عام يعني بالنسبة للأسلوب الإيراني يبدو أنه يتماشى مع الدبلوماسية من جهة وإظهار القوة أو عرض العضلات من جهة أخرى، وهذا هذا نهج إيراني يعني ربما منذ التاريخ على خلف القرن العشرين بما عشته في العراق من مثل هذه المشاكل رأيت هذه الأمور، ولكن في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة نرى أن إيران تتحارش في الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها بدأت تمتلك أو امتلكت المبادرة في مثل هذه الأمور مقابل تقريبا لا شيء، يعني لا شيء بالنسبة للجانب الأمريكي. نعم، في عهد الرئيس ترامب كانت هناك بعض العقوبات التي لم تؤثر مطلقا على إيران وعلى الشخصيات الإيرانية، ولكن عندما جاء جو بايدن يبدو أنه يعني تراخى كثيرا بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه إيران، وحتى في عهد ترامب قبل سنة وكثر من الآن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح قتلت او اغتالت شخصين او قياديين او قائدين عظيمين في النظر الايراني، وعندما اختمت ايران على خطف قاعده جويه كبيره استراتيجيه في العراق تمتلكها او تتمركز فيها القوات الامريكيه بالصواريخ، فان الولايات المتحده الامريكيه لم تحرك ساكنا، ولذلك تتمادى ايران في مثل هذه الامور. برأيك أيضا وبشكل سريع يا سيادة اللواء، لماذا قد تنشر الولايات المتحدة الأمريكية مثل هكذا فيديو؟ عفوا صوتك متقطع. أعيد عليك السؤال، تسمعني الآن؟ نعم. لماذا قد تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على نشر هكذا فيديو برأيك؟ يعني هي حقيقة لم تنشر يعني قوة كبيرة. يعني بالنسبة لي إذا كان هذا سؤالك، لا أقصد أنه هيبة الولايات المتحدة الأمريكية ألا تتأثر بمثل هكذا تحديات إيرانية؟ نعم تتأثر كثيرا، حقيقة تتأثر، وحتى بالنسبة لالتزاماتها بالنسبة للمملكة العربية السعودية أيضا تراجعت، بالنسبة لقطر والإمارات أيضا تراجعت، لا أقول بالنسبة لإسرائيل، لا إسرائيل المدللة،
ولكن حتى هيبة الولايات المتحدة الأمريكية في عموم المنطقة من جراء التصرفات الإيرانية وعدم رد يعني رد الفعل الأمريكي المتراخي، نرى أن هيبة الولايات المتحدة الأمريكية قد تراجعت كثيرا في نظري وفي نظر ربما 90% من عموم المنطقة. أنا أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا سيادة اللواء صبحي ناظم توفيق المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من إسطنبول. اعترضت السعودية ودمرت زورقا مفخخا ومسيرا عن بعد قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر، وقال المتحدث باسم الوزارة وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهات التي تقف وراءها، مؤكدا أن المملكة تتخذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوروبا يساهمان بزيادة الخطر العسكري، كما أن المشاعر القومية في أوكرانيا تثير نزاعا مسلحا في دونباس على حد تعبيره. كلام شويغو جاء في اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الطاجيكية دوشانبي، مؤكدا على أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة الأوروبية من زيادة الاستعداد القتالي وتعزيز الوجود الأمامي للقوات تزيد من التهديد العسكري، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت إجراءات مناسبة للرد على تلك التهديدات. استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعبادة الجماعية للأرمن، ووصفه بأنه لا أساس له ويضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين. نعتقد أن هذه الكلمات وردت في البيان نتيجة ضغوط من الجماعات الأرمنية المتطرفة والدوائر المعادية لتركيا، لكن هذا الوضع لا يقلل من العواقب المدمرة لهذه الكلمات على العلاقات بين البلدين. وبعيدا عن بعض التطورات الأخيرة، فقد أدى البيان لتراجع مستوى العلاقات التركية الأمريكية. خلال اجتماعنا المقرر في حزيران المقبل سنناقش كل هذه القضايا وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي بايدن، وأعتقد أننا سننجح في وضع آفاق جديدة. حزيران ayında kararlaştırdığımız görüşmede حجزت ميليشيا أسد على أموال أيمن جابر مؤسس ميليشيا صقور الصحراء وزوج ابنة كمال الأسد والذي يعد من أشد الموالين للنظام. وبحسب القرار الذي نشرته وسائل إعلام موالية، فإن السبب يعود لمخالفة عدم إتمام معاملة جمركية لبضاعة قيمتها أكثر من 700 مليون ليرة سورية. ويذكر أن جابر ساهم بصنع البراميل المتفجرة التي استخدمها النظام في حربه على المدنيين. معنا عبر الهاتف من باريس الأستاذ يونس كريم المحلل الاقتصادي، مرحبا بك معنا أستاذ يونس إلى هذه النشرة. ماذا تفهم من إجراء النظام السوري بحق أيمن جابر أحد أهم وأكبر الداعمين عسكريا ميليشياويا وأيضا ماديا، قرار مصادرة أمواله وهذه الإجراءات الغير مسبوقة والتي طالت قبله أيضا رامي مخلوف وشخصيات مهمة جدا؟ مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين الكرام. حقيقة أنت قلت الجملة الأخيرة هو الجوهر. هذا الرجل يوضع بمساهم بشركة الشام القابضة، هي رسالة هو وضع على حجب على أمواله سابقا من 2019، هي رسالة من أسماء الأسد للقول للتيارات الأخرى بقلب النظام أن يبتعدوا عن الانتخابات، أن لا يتدخلوا. هي رسالة لكل المجتمع السوري أن المعركة لا زالت قائمة وأن الانتخابات لن تثنيها عن استمرار بهذه الحرب، وأنها الآن مؤسسات الدولة لا زالت تحت سيطرتها لأسماء الأسد وبشار الأسد بطبيعة الحال. هي أيضا رسالة أن الملاحقة سوف تكون حتى عربيا ودوليا عند الحجز على شركة المثال، الشركة العالمية للمثال اللبنانية. هي رسالة أيضا أنها سوف تلاحق شركائهم
من الجنسيات الأخرى، وبالتالي هذا تصعيد جديد ضد التيارات الأخرى المناهضة لأسماء العيسى بقلب النظام. هي رسالة حقيقة قوية جدا أعتبرها، كونها أنها جاءت قبيل الانتخابات، انتخابات هزلية، 41 مترشح حتى الآن لا نعلم ما هي أدوارهم بهذه المهزلة، لكن هي رسالة كما ذكرت لكل أجنحة النظام الأخرى أنها لا زالت تمسكة بالنظام ولا زالت مؤسسات الدولة تحت سيطرتها. هل أستاذ يونس للموضوع علاقة بالشق الأمني، التورط بجرائم ضد المدنيين السوريين؟ لأنه حتى أيمن جابر وكذلك رامي مخلوف كان لديهم ميليشيات خاصة بهم ساندوا النظام وقتلوا وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، هل يمكن أن يكون للموضوع علاقة بالشق الأمني والعسكري؟ هلا بطريقة الحال كل النظام تورط بجرائم حرب، ولا أحد يسأل عن لا أحد يسأل عن تلك الجرائم، على العكس الجرائم هي وسيلة للترفع، وسيلة للمزيد من المكاسب، لكن الحل الاحتياطي هو حجز مؤقت، هو حجز بسيط يمنع فقط بالحرية التصرف بالملكية لكن يحق له الانتفاع. معظم السوريين قبل الثورة وحتى ضمن الثورة لديهم حجز احتياطي من قبل وزارة المالية، وهو حجز لا معنى له، يستطيع المصالحة عليه بكثير من السبل والطرق وإزالته. أبسط شيء أن محامي صغير يذهب إلى وزارة المالية ويقول لهم أنا سوف أدفع، انتهى النقاش، والمبلغ هو مبلغ بسيط بالنسبة لأيمن جابر. لذلك لا أهمية، هي فقط رسالة معنوية أنها لا زالت المعركة قائمة، لا زال الصراع قائم، وأن الانتخابات لن تثنيهم. أما ما عداها حقيقة يعني المبلغ حتى المليار يعني 250 ألف دولار، في حين لا نعلم كم أرباح التي يحصل عليها من التهريب فقط، هو يسيطر على بالتأكيد لا نناقش المبلغ وقيمته وأهميته، لكن هو رمزي، يعني الفكرة التي أريد أن أشير إليها أن هذا المبلغ هو رمزي. صحيح. لا أثر للأمن، لا أثر لمحكمة الإرهاب على سبيل المثال أو المحاكم العسكرية، كونه أنه هو الآن يترأس ميليشيا صقور الصقور، وبالتالي لا أثر صقور الصحراء محكمة عسكرية، إنما فقط هو أمر روتيني، رسالة فقط لا أكثر. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا الأستاذ يونس الكريم المحلل الاقتصادي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من باريس. أقدمت ميليشيا قسد ضابطا من نظام أسد مهمته الإشراف على سير المعارك الدائرة بين الطرفين في القامشلي شمال الحسكة، وذكرت مصادر إخبارية أن قسد اختطفت النقيب في ميليشيا أسد سعيد هلالة من حي طيف القامشلي بعد إصابته وقامت بتصفيته، وتبين أن هلالة من الطائفة العلوية وينحدر من القرداحة. تعرضت نقاط لميليشيا فاطميون الأفغانية لهجوم مسلح من قبل عناصر مجهولين قرب معدن شرق الرقة، وقالت شبكة عين الفرات الإخبارية أن الشبكات اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الطرفين قبل أن تستخدم ميليشيا فاطميون تعزيزات لمؤازرة النقاط التي تتعرض للهجوم. بدأت عمليات التلقيح التمهيدية ضد فيروس كورونا في إدلب استعدادا لبدء حملة تطعيم الكوادر الطبية في شهر أيار القادم، وأجرى فريق لقاح سوريا عمليات تطعيم بلقاح أسترازينيكا للمرة الأولى بعد وصوله إلى الشمال المحرر منذ أيام، وشملت عينات اللقاح 12 شخصا من الكوادر الطبية وعناصر من الدفاع المدني. يشار إلى أن حملة التطعيم ضد كورونا في إدلب ستبدأ أول شهر أيار القادم وتستمر 21 يوما. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.